السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة كان طبعا يوم مهم جدا للرياضة المصرية، أو يوم مرتقب للرياضة المصرية وللكرة المصرية بشكل عام والجماهير نادي الزمالك بشأن خاص. النهاردة كان رئيس نادي الزمالك الموقوف المستشار مرتضى منصور كان رافع قضية لوقف قرار وزير الشباب بإيقافه وتعيين لجنة مؤقتة لحين صدور التقرير النهائي بشأن المخالفات المالية اللي على مجلس إدارة المستشار مرتضى منصور. من الصبح صفحات النت وخصوصا صفحات فيسبوك، سواء الصفحات المؤيدة للمستشار مرتضى أو المعارضة، أو في صفحات فيك كتير جدا بتحب ان هي تروج لأخبار كوميدية، يعني بيعملوا زي كده حاجات، بيفبركوا تصريحات وبيحطوا فيديوهات قديمة وحاجات كده عشان يعني يبقى في ضحك وترند والكلام ده. من الصبح يقول لك القضية مستشار مرتضى منصور كسب القضية، المستشار مرتضى منصور راجع، ويحطوا فيه في، أنا والله شفت الصفحة حاطة فيديو إن هو القرار في صالح المستشار مرتضى منصور، بس هو طبعا فيديو قديم. باختصار عشان ما طولش على حضراتكم، القضية اتأجلت اليوم 10 أكتوبر. الموضوع من الأول، إن يوم في نوفمبر الماضي، شهر نوفمبر الماضي، وزير الشباب أخذ قرار بإيقاف مجلس مرتضى منصور. ليه إيقافه؟ علشان اللجان اللي هو كان عاملها للأندية كلها شافت إن في مخالفات مالية على مجلس مرتضى منصور، فهو القرار مش إقالة أو استبعاد، هو إيقاف لحين البت في المخالفات المالية دي، وهل في إدانة لمجلس مرتضى منصور ولا لا. لغاية دلوقتي من ساعة القرار ده لغاية وقتنا هذا، المخالفات أو التحقيقات اللي بتعملها النيابة لغاية دلوقتي لسه مفيش نتيجة فيها. يعني لغاية دلوقتي احنا واقفين على القرار ان المستشار مرتضى منصور موقوف لحين البت في التحقيقات دي. طبعا المستشار مرتضى منصور كان رافع قضية لإلغاء قرار وزير الشباب بتعيين لجنة مؤقتة. طبعا احنا عارفين ان كان في لجنة مؤقتة في الاول برئاسة المستشار احمد البكري الله يرحمه، بعد كده جه المستشار عماد عبد العزيز، وفي مايو اللي فات جه الكابتن حسين لبيب على رأس لجنة مؤقتة برضو لإدارة نادي الزمالك. قرار وزير الشباب كان بيتضمن حاجتين، انه مستمر حتى البت في القضايا او المخالفات المالية سواء هي مخالفات صحيحة ولا لا، او البند التاني لحين انتهاء الوقت القانوني لمجلس الادارة، ودي نقطة مهمة جدا. اللي حصل النهاردة ان القضية اتأجلت لغاية امتى؟ لحين ورود المستندات اللي جاية من هيئة قضايا الدولة بشأن المخالفات المالية. يعني المستشار مرتضى منصور في الايام اللي فاتت او في المرافعات اللي فاتت ترافع وقدم الاوراق بتاعته اللي بتقول ان هو مش من حق مجلس وزير الشباب ان هو يقيل او ان هو يوقف المجلس، وان ده حق حصري لاعضاء الجمعية الأمومية. النهاردة كان قرار المحكمة لتأجيل القضية لغاية 10 اكتوبر لحين ورود رد هيئة قضايا الدولة على مصير المخالفات المالية اللي لسه بيتم التحقيق فيها لغاية دلوقتي. وده في رأيي الشخصي بيعني حاجتين. اول حاجة، القرار ده في صالح نادي الزمالك او لصالح فريق كرة. ليه؟ لان 10 اكتوبر يعني مجلس حسين لبيب، الكابتن حسين لبيب غالبا هو اللي هيبدأ، او مش غالبا يعني بنسبة 99% هو اللي هيبدأ الموسم الجديد لنادي الزمالك، الموسم الكروي الجديد، يعني التعاقدات الجديدة سواء بقى اللعيبة الرحلة، الإعارة، الإعارات الراجعة، الإعارات المنتهية، اللعيبة الجديدة اللي هتيجي، كل ده هيبقى مسؤول عنها مجلس حسين لبيب، وبالتالي هيبقى تحت طبعا إشراف المدير الفني كارتيرون اللي هيكمل الفترة الجاية. طبعا احنا عارفين ان في خلاف ما بين كارتيرون والمستشار مرتضى منصور، فكان متوقع ان لو المستشار مرتضى منصور رجع النهاردة كارتيرون مش هيكمل من الآخر. فاللي حصل النهاردة ده في صالح نادي الزمالك بشأن ان استمرار
كارتيرون كمدير فني. طبعا لو كان المستشار مرتضى منصور رجع النهارده كنا هنخش بقى في جدل. هو طبعا في ناس عايزه شايفه ان هو وجوده افضل لنادي الزمالك، لكن رجوعه في الوقت ده بالذات كان هيبقى صعب جدا لان الوقت ضيق. احنا من الاخر يوم الايد هيبدا، فتره القيد هتبدا يوم 31/8 او يعني خلاص ايام وتبدا وتنتهي على طول، يعني مفيش وقت، فالدنيا كانت هتعمل دربكه. كارتيرون بقى هيكمل ولا لا مش هيكمل، القصه كانت هتبقى صعبه وكنا هنخش في يعني في امور عشوائيه متعود عليها نادي الزمالك. للاسف مفيش استقرار، يعني نادي الزمالك متعود على عدم استقرار، وكل ما يحصل استقرار لفتره او يحصل انجاز يقدر عليه نادي الزمالك يبني شيء للمستقبل تحصل حاجه توقف ده. لكن اللي حصل النهارده مش هيخلي ده يحصل، هيحصل فيه استقرار لفتره معينه للجنه حسين لبيب وللمدير الفني كارتيرون. الشيء الثاني اللي بيعنيه القرار ده ان غالبا والله اعلم كده المستشار مرتضى منصور مش هيقدر يرجع، لان غالبا كده هتبقى فتره المجلس انتهت. فانا مش عارف بقى قانون هيبقى ايه ساعتها، هل يعني هو المفروض مجالس الرياضه مجالس ادارات الانديه المفروض كانت تعمل انتخابات بعد انتخابات بعد الدوره الاولمبيه، ده قانون الرياضه المصري بيقول كده. لكن اللي حصل ان لغايه دلوقتي ما فيش ولا نادي اعلن عن عقد جمعيه عموميه لاختيار رئيس نادي او لاختيار مجلس اداره. متوقع ان هو يبقى الفتره الجايه دي هنعرف الدنيا ماشيه ازاي، لكن ان القضيه اتاجلت لغايه 10 اكتوبر معناه ان غالبا هيكون الفتره القانونيه بتاعت مجلس المستشار مرتضى منصور خلصت، وبالتالي هتبقى القضيه اعتقد ان هي هتبقى والعدم حاجه واحده، لانه هيرجع حتى لو رجع هيبقى وقته خلص، فما اعرفش يعني ساعتها الدنيا هتمشي ازاي. باختصار مفيش صحه لكل الكلام اللي بيتقال ان مجلس الاداره بتاع المستشار مرتضى منصور رجع تاني. اللجنه المؤقته بقياده كابتن حسين لبيب لسه مكمله. القضيه اللي رافعها المستشار مرتضى منصور ضد قرار وزير الشباب والرياضه بالغاء قرار تعيين لجنه مؤقته لاداره نادي الزمالك، القضيه اتاجلت لغايه 10 اكتوبر، يعني اتاجلت ما يقرب من شهر ونص، فالامور هتفضل يظل الحال كما هو عليه لمده شهر ونص تقريبا، يكون نادي الزمالك مرتب اموره للموسم الجديد، ويكون الموسم بدا تقريبا، لان هو الموسم هيبدا غالبا، يعني غالبا هو طبعا لسه ما تحددش، اتحاد الكره بتاعنا لسه ما عملش اي حاجه، احنا اصلا لسه مش عارفين الكاس هيتلعب ولا لا، بس ما علينا من القضيه دي دلوقتي. الموسم الجديد غالبا هيبقى في اكتوبر، فغالبا هتبقى الامور مستقره لنادي الزمالك. زي ما قلت لحضراتكم القرار ده حتى لو الناس شايفه ان وجود مجلس اداره منتخب افضل لنادي الزمالك، انا في رايي الشخصي انه في صالح نادي الزمالك، هيعمل استقرار علشان احنا في فتره مهمه جدا، فتره الموسم الانتقالات وفتره القيد الصيفي، اهم فتره قيد اهم من الشتوي طبعا، الوقت ضيق جدا. تغيير مجالس الادارات دلوقتي كان هيعمل تخبط، وكان هيعمل تخبط في القرارات وفي الادارات الفنيه والاداريه للنادي، ونادي الزمالك في غنى عن اي تخبط دلوقتي، خصوصا بعد الانجاز التاريخي بالحصول على بطوله الدوري في ظل ظروف صعبه جدا من تغيير مجالس اداره وتغيير اجهزه فنيه ورحيل لعيبه، يعني انجاز كان صعب تحقيقه. نتمنى باذن الله ان نادي الزمالك يبني عليه في الفترة الجاية بإذن الله، وما تحصلش أي حاجة توقف نادي الزمالك أو غيره من الأندية المصرية. بكرر تاني، مجلس الإدارة بتاع المستشار مرتضى منصور مرجعش، لا صح لعودة مجلس إدارة المستشار مرتضى منصور حتى هذه اللحظة. القضية تم تأجيلها لغاية 10 أكتوبر، والله أعلم لسه كمان هيتم النطق بالحكم في جلسة 10 أكتوبر ولا لا. اتمنى انك تعمل سبسكرايب في التشانل علشان تتابع كل الفيديوهات وكل الجديد في الرياضة المصرية والعالمية، خصوصا كرة القدم، بإذن الله. شكرا لكم، مع السلامة.